السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا ندوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. نستكمل سلسلة الردود من الشيخ الفاضل عمار الشويلي على أو إجاباته بخصوص المسائل العقادية. راح نستمع إلى السؤال: لماذا ذكر زيد ولم يذكر الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم؟ هنا أنا أقول كلمة مختصرة ونتوجه إلى تمام الكلام. المشكلة ليس بالسؤال، المشكلة بطريقة السؤال. يعني اليوم هذا الأخ السني هو سأل سؤال يطرح الطرف السلفي أو الطرف الوهابي أو الطرف اللي حاقد على الشيعة بصيغة انتقاص، بصيغة انتقاصية من الإمام علي عليه السلام ومن الشيعة، فيتم التهجم. أنا راح أطرح السؤال بطريقة الوهابية، لو كان وهابي طرح السؤال على الشيخ أحمد أو عفوا الشيخ الفاضل لعمار شوالي. أين الإمام علي عليه السلام؟ لماذا الإمام علي عليه السلام لم يذكر في القرآن؟ ذكرت البعوضة، ذكر زيد، ذكر ولم يذكر الإمام علي عليه السلام، ذكر الحيض ولم يذكر الإمام. بأي محاولة، بأي فرصة يريد الانتقاص من الإمام علي عليه السلام. أما سؤال هذا الأخ الباحث السني الذي لا أعتقد بأنه شيعي لكن باحث ومحترم، محترم، لماذا زيد ذكر والإمام علي عليه السلام لم يذكر في القرآن؟ صراحة لنستمع لتمام الكلام، فخليكم ان شاء الله مع تمام الفيديو. صلى على الرسول الاكرم صلى الله عليه واله حتى تحل علينا البركه وفقكم الله. هنا زيد ابن حارثة ذكر في القران الكريم، وهنا يعني معلش انت كعالم، انا هسالك هذا السؤال كعالم مش كمحاور، انت كعالم وكرجل دين، ما اهميه زيد يعني ذكره في هذه الايه؟ دي أول سؤال. السؤال الثاني: هل ذكر زيد يعطيه فضيلة عن بقية الصحابة؟ وإذا عقدنا مقارنة بين زيد وسيدنا علي بن أبي طالب، طبعا ما فيش مقارنة، فهل ذكر اسم الإنسان في القرآن يعطيه الفضيلة التي تميزه عن غيره؟ تفضل يا مولانا. بس هي دي وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سؤال الدكتور سؤال وجيه جدا: هل مجرد ذكر اسم الشخص في القرآن الكريم يعتبر منقبة لهذا الشخص؟ أقول لا دليل على ذلك، فالله سبحانه وتعالى ذكر بعض الكافرين والملحدين والظالمين، ذكر فرعون وهامان، وذكر أبا لهب، وكذلك ذكر بعض المؤمنين كمؤمن آل فرعون، وذكر الأنبياء بالأسماء. محل الشاهد، ليست هنالك ضابطة تقول أن كل من ذكر في القرآن فهو ممدوح، وليس كل من ذكر اسمه في القرآن فهذه تزكية من الله سبحانه وتعالى بحسب الحال. أما في قضية زيد، الآية ذكرت موضوعا فقهيا أو يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن فضيلة أو عدم فضيلة زيد في هذا الموضوع. فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها، واضح؟ فهي قضية تتعلق بالزواج. ذكر اسم زيد حتى لا تكون هنالك شائبة وغموض حول الموضوع، فالله سبحانه وتعالى ذكر زيد ولم يذكر اسم زوجته سلام الله تعالى عليها، اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب رفع الغموض فقط عن هذا الموضوع. العرب ماذا قالت؟ قالت: التلميح أبلغ من التصريح. يعني في بعض الأحيان حينما تلمح يكون التلميح أبلغ من التصريح. ذكر الإخوة أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ذكر، وذكر أبو حاتم الرازي كتابا في فضائل أمير المؤمنين وما نزل فيه من القرآن، لا على نحو التصريح، يعني لم يكن هنالك تصريح باسم أمير المؤمنين سلام الله عليه كما صرح القرآن باسم النبي محمد واسم موسى عليه السلام واسم عيسى، شكرا جزيلا، وكذلك أسماء الباقين من الصلحاء. نعم، ذكره على نحو التلميح في كثير من الآيات، كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اتفق الشيعة الإمامية على أنها نزلت في علي أمير المؤمنين، واختلف السنة، بعضهم قال أنها نزلت في علي، والبعض الآخر قالت لا، نزلت، لم تنزل في علي بن أبي طالب، إنما هي آية عامة. ففي القضية تفصيل بالآيات التي يعني ذكر فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه، مثلا بالتلميح في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه نزلت في أهل بيت محمد.
كذلك في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، في حديث أم سلمة الذي رواه العامة والخاصة أن النبي جمع أهل بيته عليا وفاطمة والحسن والحسين، قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. كذلك في آيات أخرى كثيرة ذكرت: الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، حينما بات أمير المؤمنين في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآيات كثيرة اللي وصلت إلى 400 آية على نحو التلميح لا على نحو التصريح. وكما قلنا العرب يقولون أن التلميح أبلغ من التصريح. خدمة لكم دكتور. طيب أحسنت يا مولانا، بارك الله فيك. ندخل بقى فين؟ هنا يا مولانا ندخل في موضوع الوحي.